تعيش خراف بارل في الجبال المائية من الصين وفي المروج الألبية بين الغابات والثلوج، وعندما ينهمك القطيع في أكل العشب تقف بعض الخراف بهداية من الله للمراقبة ولحماية الخراف الأخرى. خراف بارا الغريبة بسبب لون صوفها الأزرق والذي يساعدها على التمويه، حيث يمتزج جيدا مع الصخور الزرقاء للهضاب المفتوحة حيث تعيش خراف بارل. وفي الحقيقة تسمى أيضا الخراف الزرقاء وتنتمي إلى فصيلة كبيرة، لكنها ليست حيواننا السري. سنعطيكم معلومة أخرى، خراف بارل تتميز بقوائم حافرية، أما أقدام الحيوان السري فهي